انا بس حاسه ان الفتره دي محتاجين ناخد بالنا من بعض اكتر من مخ. عايزين ناخد بالنا من بعض ازاي يعني؟ يعني ما ناخدش كل حاجه على اعصابنا كده ونهدى بس على مختار شويه، انت عارفه يعني. هو انت بتتكلمي على موضوع الست اللي اسمها مي؟ لا مش بتكلم عن مي، وطلعي الموضوع ده بره دماغك. انا بتكلم علينا احنا هنا كلنا في البيت يا مايا. يبقى انجزي يا منى، انجزي يا منى وقولي لي في ايه. مش ناقصه الغاز على المسا، الكهرباء قطع والخلق ضيق. ها؟ لا ولا حاجه خالص. تصبحي على خير.